وصلت لتحت بعتت لي الفيديو. رجعت لها فيديو كول، شوف وين؟ قلت لها إذا في شي اركدي. طلعت فيني قلت لها إذا في شي اركدي اعمل لك اركدي. صارت تركض، هي تركض وأنا صارخ معها اركد 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 اركد. شت من 9 ثواني 10 ثواني ماني ذاكر بالضبط قد ايه. طلع أول انفجار راح الخط. بوطة فستان أبيض، بوطة بتقبوطة أبيض. مين بيعوض؟ مش حاسس أنا. أنا صرت بلا إحساس. كيف بدك ياني حس؟ كيف بدك تشوف هالوردة هي هالطفلة هالقوية يلي قد 100 رجال تنقتل بهالشكل هي؟ حدا يفسر لي.